الله الله، يا سلام يا سلام، ايه الحلاوة دي يا عم زناتي؟ احنا في الخدمة دايما يا استاذ رستم. بقول لك ايه، انا هروح اشرب حجرين معسل لحد ما تخلص. براحتك براحتك يا ملك التسالي والباقة. خلي بالك من الملاهي في غيابي، واوعى حد يلعب في حاجة او يكسر حاجة، الملاهي امانة في رقبتك. عيب يا عم زناتي، ده الملاهي في غيابك دي في عينيا. ايه القرف ده يا رستم؟ صحيح، ايه القرف ده؟ بتقول ايه؟ بقول هو فين القرف دوت؟ فين؟ دي ملاهي في منتهى الجمال. هقول لك ايه، ما انا اللي غلطانه اني سبتك تنظم الرحله دي، ده انت هتشوف مني ايام سودة بس لما نرجع. والله انا مش فاهم ايه اللي مضايقها ديت. مش فاهم ايه اللي مضايقها؟ انت مش شايف ان في حاجه تضايق؟ لا خالص، مفيش اي حاجه تضايق ولا اي حاجه تقدر اي حاجه. والله، وبعدين لو في اي حاجه تضايق ولا في حاجه وحشه ما تبصلهاش، بص النص الكوبايه المليان. هو فين النص المليان ده؟ طب تقدر تقول لي المكان ده اسمه ايه؟ ده ملاهي كوكي بارك. حلو، والملاهي دي المفروض بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها العاب. برافو عليك. تقدر تقول لي بقى الكرسي المتحرك اللي هناك ده بيعمل ايه هنا؟ يا يوسف مش محتاجه مفهوميه، اكيد لعبه من الالعاب اللي موجوده في الملاهي. لعبه ازاي يعني؟ ايه يا يوسف انت مستغرب ليه يا جدع؟ انت عمرك ما لعبتش لعبه الكراسي المتحركه وانت صغير؟ طب بلاش الكرسي المتحرك، ممكن تفهمني ايه السكينه اللي غرقانه دم دي اللي على الارض؟ مش عارف، بس يعني اكيد اي ملاهي بيبقى فيها بيت الرعب. ايوه، بس انا مش شايف هنا بيت رعب. ما هو تقريبا كده لما جم يبنوا الملاهي الفلوس اللي معاهم ما كفتش، فقالوا يبنوها واحده واحده، جابوا السكينة ورموها هنا عشان يعلموا المكان اللي يبنوا فيه بيت الرعب. رستم انت متخلف وبتقول اي كلام، صح؟ صح، والصراحة ما كنتش اعرف ان الملاهي بالقذارة ديت. ملاهي؟ انت بعد كل اللي احنا شايفينه ده ولسه بتقول عليها ملاهي؟ رستم ابوس ايدك، يلا نخلع. يوسف انا خايفة. ما تخافيش يا حبيبتي، انا معاكي. رستم انا هاخد ياسمين وامشي. ده بدل ما تساعدني يا يوسف. اساعدك ازاي يا ابني؟ تيجي معايا عشان نجمل المكان في عيون الست ميصة والاولاد عشان ما يتخربش بيتي. اجمله في عينهم ازاي؟ انت جايبنا في مكان اصلا حصل فيه جريمة قتل وعايزنا اجمله؟ يوسف انا عايز اروح. تروحي فين يا قطة؟ محدش هيمشي من هنا قبل ما ننبسط ونستمتع. هاي بتضربني ليه يا يوسف؟ في ايه؟ احترم نفسك وانت بتتكلم مع ياسمين. ما هي اللي كانت عايزاك تمشي وتسيبني لوحدي في العكه ديت. اهدي يا ياسمين شويه وهنمشي. وانت يا زفت عايزني اساعدك ازاي؟ تعالى معايا وانا هقول لك، بس ابوس ايدك، حاول تنقذ معايا الموقف. يا اولاد يا مس ميصه، تعالوا هنا. اظن اني صبرت عليك بما فيه الكفايه. بعد اذنك يا مس ميصه، الرحله لسه ما خلصتش عشان تحكمي عليها. مش محتاجه تخلص عشان احكم، كفايه اللي انا شايفاه بعينيا ده. اصبري بس يا مدام ميصه، انت بس يا دوب شفتي الالعاب من بره لكن ما تعرفيش حاجه عنها ولا عن قيمتها. اولا انسه ميصه، ثانيا قيمتها ايه؟ اللعب دي يا استاذه ميصه مش لعب عاديه، دي لعب اثريه. القيمه اثريه؟ ازاي بقى اثريه؟ يعني مثلا العصايه الخوص اللي مرميه على الارض هناك دي. سيبني انا اقول، عصايه سحريه. لا غلط، عصايه مش سحريه. اخرس، دي مش عصايه اصلا، دي كانت ناي. ناي؟ ايوه، مش اي ناي، ده ناي بتاع الاستاذ احمد زكي في فيلم البريء. بجد والله؟ انا مش قلت اخرس. حاضر يا يوسف. طيب وبالنسبة للطبلة اللي هناك دي؟ دي طبلة الأستاذ أحمد زكي اللي كان بيطبل عليها في فيلم الراقصة والطباخ. الله، ده فعلا المكان طلع أثري. أمال؟ طبعا يا أنسة ياسمين، وانا بطلع اي رحله كده، دول كانوا بيسموني هناك في المدرسه ابن بطوطه. لو اتكلمت تاني يا رستم انا هخليك تحصل بطوطه. اتفقنا. اوامرك يا يوسف يا اخويا. ها يا استاذه ميسة، لسه عند رايك ان دي خرابه؟ انت تخرس خالص وما تتكلمش ولا كلمه تاني. لا انا ما اسمح لكيش تكلمي صاحبي بالطريقه ديت. وانت كمان تخرس، انت ليك عين تتكلم؟ ده انا هخرب بيتك بس لما نرجع من المخروبه دي. اعملي اللي تعمليه. يوسف انا هروح العب مع الاولاد شويه، ما تيجي تلعب معايا؟ لا روح انت بس ما تتاخرش. هو احنا هنمشي من هنا امتى يا يوسف؟ انا زهقت مني. هو انا برضو اقدر ازهق منك، بس احنا بقالنا اكتر من ساعه قاعدين هنا ومبنعملش اي حاجه. انت ما كنتيش بتعملي حاجه، لكن انا كنت بعمل. كنت بتعمل ايه وازاي؟ ده انت قاعد جنبي ساكت ما اتحركتش خالص. ما هو اللي انا عملته ده مش محتاج اني اقوم عشان اعمله. امال محتاج ايه؟ محتاج اني اكون باصص لك وبس. يبقى ألفت لي قصيدة. برافو عليك، صح. طب يلا قولها لي بسرعة. دلوقتي؟ أيوة دلوقتي. بس يعني أنا أصل لسه مش متظبطة. مش مهم. حاضر يا ستي، أمر لله. شايف قدامي نتانة وقصادي مليون دبانة، بس أنا مش متضايق عشان جنبي ياسمين.
الطينة في كل حتة وكراسي وكلاها العتة، بس أنا مش متضايق عشان جنبي ياسمين. ريحة المكان تقرف، بس أنا مستعد أحلف إن أنا مش متضايق عشان جنب مين؟ ياسمين. ها إيه رأيك؟ الله دي حلوة قوي، أنا كل يوم بحبك أكتر من اليوم اللي قبليه. وأنا كمان بحبك. بس يا ترى هتفضل تقولي شعري كده حتى بعد ما نتجوز؟ مش عارف، بس هو كل الرجالة بيتغيروا بعد ما بيتجوزوا، وكلام الجواز بيختلف تماما يعني عن كلام الخطوبة. معنى كده ان انت هتتغير معايا بعد الجواز؟ طبعا يا ياسمين هتغير. بقى كده يا يوسف؟ بهزر بهزر معاك. يا أستاذ يوسف، يا أستاذ يوسف. ادي الفصلان. أيوة أيوة يا أستاذ يوسف. ما قلنا أيوة. نعم. عايزة ايه يا أستاذة ميسة؟ ما شفتش رستم؟ لا، هو قالنا ان هو رايح يلعب مع الاولاد ومن ساعتها ما شفناهوش. ايوه فعلا، كان بيلعب استغمايه مع الولاد وراح استخبى، والولاد بقالهم ساعه بيدوروا عليه ومش لاقيينه. يخرب بيتك، عملت ايه في الواد؟ ما عملتش حاجه، بقولك انه كان بيلعب استغمايه واستخبى ولحد دلوقتي ما طلعش. شكل الموضوع بجد يا يوسف، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني ايه؟ هندور عليه طبعا. يا رستم، رحت فين يا رستم؟ انت فين يا رستم؟ تعالى يا سيدي واعتبر ان انت اللي كسبت في الاستغمايه. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ مش هو ده وهو بيلعب استغمايه؟ اقول لك على حاجه يا ياسمين، ما تندهيش معايا، انا هنده لوحدي. حاضر يا رستم. لو سمحت يا حاج، ما شفتش رستم. رستم مين؟ رستم صاحب يوسف. انتوا باين عليكم مجانين. يلا هات انت وهو من هنا بدل ما ارش عليكم ميه. حاضر يا حاج، حاضر حاضر خلاص. وبعدين بقى هنعمل ايه يا ياسمين؟ تعالى نسال الست اللي قاعده هناك دي. لو سمحت يا طنط الحاجة. ايوه يا بنتي، اموريني. حضرتك ما شفتيش شاب بكرش كده وشكله غريب شوية شبه الدولاب واسمه رستم معدي؟ ليه مربي شنبه كده؟ لا يا ابني ما شفتش حد. طيب شكرا يا طنط الحاجة. بقول لك ايه يا ابني، ما معكش 10 جنيه؟ اه يا حاجة معي. يا عيني، دي تلاقيها عايزة تجيب دواء، اديها 20 يا يوسف. اتفضلي يا حاجة. شكرا يا ابني. ولي صلاح، هات لي حبيت الترامادول اللي قلت لك عليها. شفت؟ شفت ان انا قلبي كان حاسس انها عايزه دواء؟ مش الترامادول ده برضو دواء؟ اه طبعا دواء. يا رستم يا رستم، انت فين يا زفت؟ الاستغمايه قال ده. أنا من ساعة ما كنت ناشئ تحت بير السلم ومحدش قفشني في لعبة الاستغماية دي أبدا قبل كده. يجي شوية عيال بيلعبوا معايا يعلموا عليا. ده لا يمكن. مين دول اللي شوية عيال يوم؟ يلا يلا يا حبيبي روح العب بعيد. الحق، ده بيكلمنا احنا يا كفولة. اسمك كفولة؟ طب يلا يلا اجري من هنا. يلا يا حبيبي من هنا امشي. اجري من هنا ليه؟ انا واقف في ملك الحكومة. يا بطل لماضة، غور ياب من هنا بدل ما اعمل معاك السليمة. الحق يا مشمع، ده عايز يعمل معانا السليمة. مشمع، اسمك مشمع، واحد اسمه كفولة والتاني اسمه مشمع. انتوا كده فضل لكم سرير متر 20 وتزروطوا الدنيا. والعسل اسمه ايه على الشقاوة دي كلها؟ اسمي رستم، وبخطف العيال الصغيرة وببيع كوافيلهم لتاجر كوافيل كبير في المذبح. يا مامي. طب يلا يا حبيبي روح لمامي بقى عشان تغير لك قبل ما يجيلك تسلخات. بقول لك ايه يا كفوله، ما تيجي نقتله وانت وقف لعبه الدوده. لا لا.